سجلت هسه، مش مشكلة، راح نحل مثال ثاني على اللي أنا حكيته. 236.8 582.8 تربيع، فبضل عندي الثيتا، الثيتا بيساوي tan انفرس لمين؟ للواي على الاكس، الواي 582 والاكس 236.8، فبتطلع معي الزاوية ثيتا بتطلع معي 76.9. من وين؟ أي محور؟ ثيتا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ ببساطة شو طلعوا؟ طلعت معي هاي موجبة، طلعت معي هاي موجبة، ناتو الزاوية هاي، وهي الاف ار، هاي الزاوية 67.9. نحل مثال ثاني على التحليل. مثال هذا المثال كان غلط بالدراسية القديمة، راح نحله هسه. السؤال نضل 10 دقائق للزوم، بنفوت مرة ثانية. بعتذر ما سجلت، خربطة التسجيل. حكى لي الماجنتيود القوة المحصلة مقدارها 80 على اليو اكسس، على اليو اكسس، يعني هاي القوة المحصلة هون اعطاني اياها جاهزة، اعطاني مقدارها 80. قال لي اوجد القوة اف والثيتا تبعتها. طب شو بعمل انا؟ هاي 80، عندي هون قوة، عندي هون قوة، عندي هون قوة، عندي هاي 90، عندي الأربعة، أربعة ثلاث خمسة، عندي هاي قوة 50، عندي هاي قوة ثيتا، عندي هاي قوة أف، عندي هاي قوة 45. اللوحة مروا على اللوحة بشكل كثير معوق، الله أكبر. هذا السؤال حكى لي المحصلة مقدارها هيك 80 بزاوية 45، يوجد قيمة F. أنا إيش بعمل؟ مثل ما شرحت لكم قبل شوي، بعمل طرف يمين وطرف يسار. ليش عملت هذا الإشي؟ عشان هذا السؤال واللي بيشبهه طبعا. طرف اليسار شو عليه؟ عليه القوة المحصلة. القوة المحصلة كيف اتجاهها؟ القوة المحصلة زي هيك، هيها هو أعطاني إياها هيك 80 وبزاوية 45. طيب واللي بالطرف اليمين شو باخذ؟ باخذ القوة العادية. شو في عندي قوة؟ في عندي قوة 50، وعندي قوة F مع ثيتا، وعندي قوة زي هيك جاية، بس ما عندي القوة 80 هاي. ليش ما عندي 80؟ لأن هاي قوة محصلة، قوة محصلة بحطها لحال والقوة العادية لحال. فإذا هاي 50 فعندي هاي ثيتا وهاي F، وعندي هاي 90، وعندي هاي 3، عندي هاي 4، وعندي هاي 5. شو بعمل أنا؟ بروح بحللهم. هاي على محور، على محور واي، هاي على محور اكس، هاي على محور اكس، هاي على محور واي. شو بقى بحطهم؟ هاي اف كوساين ثيتا، وهاي اف ساين ثيتا. وهون 90 في 3، ليش 3؟ لانه هي الموازيه للاكس. 90 4 5. امسح الشكل الاصلي هذا المعاق. هاي تفسير الشكل، القوة المحصلة لحال، القوة العادية لحال، هاي يساوي هذا النظام في هذا. شو بعمل انا؟ سيجما اف اكس، سيجما اف واي. شو بعمل انا؟ سيجما اف اكس، شو عليه سيجما اف اكس؟ اللي هو الطرف اليسار، هو اف ار اكس، اف ار اكس ايش هو؟ عبارة عن، عبارة عن 80 كوساين 45. اف واي كم؟ 80 كوساين 45. طيب اف ار اكس كم هي؟ 80 كوساين 45. شو بده يساوي؟ تساوي كل الطرف اليمين اللي هون، عندك 50 وعندك زائد اف كوساين ثيتا، وعندك ناقص 90 في 3 على 5. طيب مجموع اف الواي عنده هاي اللي تحت، سالب 80 ساين 45. شو بدها تساوي؟ تساوي اف ساين ثيتا لفوق، وعندي سالب 90 في 4 على 5. طبعا معادلتين مجهولين، طلعت اف وثيتا، بخلي اف كوساين ثيتا بطرف واف ساين ثيتا بطرف، اقسمهم مع بعض بطلع تان ثيتا، كل معي كل قيمه موجوده، باخذ الانفرس بطلع الثيتا، بعوضها باحدى المعادلات بطلع لي قيمه اف. هذا الحكي هون، هون
هذا الحكي هيو هيو كامل. طبعا ما في طرف يمين وطرف يسار، لأنه هاي الطريقة يعني حبيت إني أشرحها، يعني حسيتها أسهل بعد. فهاي fx هو عبارة عن 80 كوسين 45، لأنه بس زي ما أنا عملت فحكيت 80 كوسين 45 الطرف والباقي كلياته الطرف، هاي 50 وهاي الاف كوسين ثيتا وهاي سالب 90 في 3 5 وينها؟ بعدين اف واي تساوي 80 سالب 45 سالب، طبعا هون في خطأ، هاي سالب حطيت تحت سالب، تساوي اف سين ثيتا ناقص 90 في 4 5. بعد ما قسمنا المعادلتين، بعد ما عملنا المعادلتين هيهن قسمتهم على بعض، الثانية على الأولى سين ثيتا على كوسين ثيتا تعطيني 15 على 60، تطلع معي تان ثيتا، من خلالها بطلع الثيتا بطلع الناتج، بعوضها باقي المعادلة بتطلع معي قوة 62.49. فهي فكرة السؤال، لو أنا أعملها طرف يمين وطرف يسار ما بخربط لا بإشارة ولا بخربط بالمحصلة. طيب في أمثلة ثانية أنا ضفتها على هذا السؤال وطرحه. اختفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مش فاهم النسخة، مش مقدر النسخة، تمام. وين تلاقيهم؟ هذا السؤال قال لي إذا resultant force، لا مش هطلق، إذا ما كنت resultant force مقدار 450 على محور يو، هاي محور يو، قال لي أوجد مقدار F1 و Phi. طيب زي ما عملنا قبل شوي، طرف يمين وطرف يسار، طرف اليسار في قوة المحصلة، قوة المحصلة شو حكى لي؟ اختارها 450 بزاوية 30 على المحور X. فإذا هاي قوة المحصلة 450 وهاي الزاوية 30، زاوية 30. فإذا FX ككل 450 كوساين 30 و FY 450 ساين 30. في اليمين في قوة، في قوة كثير، في عليه F1 sin phi، F1 sin phi في عليه 200، في عليه 260 في مين؟ في إيش الموازي؟ 5.13 عليه 60 5 في 13، طبعا كتب مهم الفكرة ايش بعمل هسه، بطبق سيجما اف اكس عبارة عن 450 يعني 30 وده تساوي 260 في 5.13 زائد اف 1 ساين ثيتا زائد ال 200، والمعادلة الثانية 450 ساين 30 يساوي اف ساين ثيتا ناقص 260 13، معادلتين مدفوعين بحلهم بخلص السؤال، بخلص السؤال. زوم راح يطفي كمان دقيقتين، نفتح بعدها مباشرة، راح نفتح بعدها مباشرة. دقيقة شوف مذاكرة. طيب هذا بشار أنت معي على الميتينج صح؟ بشار. مش موضوع. راح نطفي الزوم ونفوت، راح نبلش كمان يعني خمس دقائق تقريبا، خمس دقائق يعني راح بلش 7:30 إلى 5 نشرح الـ 3D، راح بلش بالـ 3D، خلص في إشارات خلص زي هيك فيكتور وعادي، نبلش 3D ثلاث حالات نشرحهم قبل الساعة 9 لأنه عندي شغل في 9، فتمام معنا 1:30 للـ 3D والـ Dot Product، فأي واحد بتعرفوه بده يحضر الـ 3D يحكي له راح يبلش كمان خمس دقائق بالضبط. يعطيكم العافية.